بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الوحدة الـ11 يا شباب جملة الأمر والطلب. على فكرة هي قاعدة ما تستاهلش إنها تضيع وحدة كاملة من المنهج، ولكن رزقك إنها واحدة راحت في الفاضي. إحنا خدنا قبل كده في فيديو من الفيديوهات تحويل جملة المباشر الخبرية من مباشر لغير مباشر، والفيديو الثاني كان تحويل جملة السؤال من مباشر لغير مباشر. النهاردة هناخد إزاي نحول جملة الأمر والطلب من مباشر للغير مباشر. عايزك تعرف حاجة بس بداية كده، ان جمله الامر والطلب دي عباره عن حاجه من اتنين، اما انها تكون جمله مبدوءه بفعل امر فدي تكون جمله امريه، او انها تكون مبدوءه بكلمه نيفر او كلمه دونت، وبكده يكون دي اسمها نهي. حلو الكلام، حلو الكلام. لو الجمله اللي قدامك دي امر فانت بتحذف الاقواس وتستخدم مكانها تو. طب لو هي جمله نهي فانت بتحذف دونت او نيفر ونستخدم بدلا منهم نوت. طيب حلو الكلام، تعال نشوف امثله عشان نفهم من اولها كده وما نضيعش وقت، لان الموضوع اصلا مش محتاج شرح. تعال نمسك الجمله الاولانيه، بيقول لي سام سيد تو عمر دونت ويست يور تايم. لو انا مسكت الجمله دي بيقول لك سيد تو، يعني معنى كده انك هتحولها، بس قبل ما تحول دي زي ما اتفقت معاك قبل كده شوف نوع الجمله. الجمله اللي قدامك دي بيقول لك دونت ويست يور تايم، يعني معنى كده لا تهدر وقتك، فدي جمله نهي. بص اللي انا هعمله، هتحول سيد تو دي لاي حاجه بمعنى طلب، اراد، امر، اقترح، اي حاجه من اللي انت شايفهم مناسبه للجمله دي. على سبيل المثال هنقول مثلا طلبه، طلبه دي يعني ايه؟ يعني اسكت، فاحنا هنقول سام اسكت عمر. ركز بقى في اللي انا هعمله معاك دلوقتي ده، هتيجي عند الاقواس تحذفها، ولو الجمله بادئه بكلمه دونت او نيفر زي ما اتفقنا بنحذفهم، وبعدين يبقى هنحط مكانهم نوت تو. نوت تو نقول تاني، لو الجمله اللي قدامك بادئه بكلمه دونت او كلمه نيفر نحذف دونت ونحذف نيفر، وبعدين نستخدم بدلا منهم نوت تو ونكمل الجمله عادي نوت تو ويست، بس جينا عند الضمير فنقف. سام سال او طلب من عمر الا يهدر وقته، يبقى نوت تو ويست هيز تايم. دي جمله. الجمله الثانيه، اماني سيد تو مي نيفر نيجلكت يور هوم ورك. تعال نحولها كده، اماني قالت لي لا تهدر لا تتجاهل واجبك المنزلي. تعال نعمل اللي احنا عملناه في الجمله الاولانيه، فهنقول اماني هنحول سيد تو دي لي اسكت بمعنى طلبه، اسكت مي يعني طلبت مني، هنشيل اقواس ونحذف نيفر، وقلنا هنستخدم بدلا من نيفر نوت تو، وبعدين نيجلكت ماي هوم وير. في سؤال كده انت ممكن يجي لك في بالك، وده سؤال شيطاني اسالك واطلب منك انك تبعد عنه خالص. ايه هو السؤال ده؟ ان اسكت دي يا فندم فعل قول زمن ماضي. حلو، حلو يا عم، امال انت ازاي قلت لي هنا ويست؟ مش المفروض ان فعل القول لما يكون ماضي الفعل ده يكون زمنه ماضي برضو؟ هقول لك ما انت مش شايف تو دي بعدها الماستر، كذلك هنا برضو اسكت زمانها فعل قول زمنه ماضي، عشان كده في هنا تو والفعل في الماستر. حلو، تمام كده. اخر جمله بقى بيقول لك توم سيد تو هير دونت شاوت لاودلي سبيك كام. تعالى كده، هو في كام حاجه قدامك؟ هو قال لها، بص توم قال لها ما تعمليش دي واعملي دي. خد بالك احنا متفقين لما تكون منفيه فاحنا هنشيل دي ونحط مكانها نوت تو، طب لو مثبته نحط تو. طب ما انت معاك واحده نفي واحده اثبات في نفس الجمله، خلاص حلها بنفس المنطق. فانت هتقول بقى توم هنخلي دي اسكت زي ما اتفقنا، اسكت هير، هنشيل اقواس ونقول تو ولا نوت تو؟ لا نوت تو عشان دونت نافي، فانت هتقول نوت تو شاوت، نوت تو شاوت لاودلي، بص 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 من عندك بره، اند والله سبيك ديت افعالي، يبقى نقول لها قول تو سبيك كاملي. وكان معنى الجمله توم طلب منها الا تصرخ في وجهه وان تتحدث بهدوء. القاعده دي يا جماعه مش محتاجه اي دماغ، احنا النهارده مش هنشرح، احنا هنحلل واحنا قاعدين. بس قبل ما امشي او قبل ما اقلب الصفحه من الموضوع ده، عايز اقول لك ان دي الوحده الـ11، ما تتلخبطش. الحاجه الثانيه، الجمله اللي قدامك اللي بالازرق دي جمله مباشر، لما حبينا نحولها لغير مباشر والجمله طلعت امر وطلب فانت بتعمل حاجه من اتنين، ركز في حاجتين. والله لو كانت هي جمله امر فانت بتشيل اقواس ونستخدم بدلا منها تو. طب لو جمله نهي يعني بادئه بنيفر وبادئه بدونت نحذفهم هما الاثنين ونستخدم بدلا منهم نوت تو. الموضوع مش محتاج دماغ، الموضوع سهل لطيف ظريف جدا. تعال بقى نقلب على الحاجه اللي بعد كده. النوع ده هو النوع الثاني من جمله الامر والطلب، اللي هو الامر ذات نفسه. يعني ايه امر ذات نفسه؟ يعني حاجه بمعنى افعل. تعال نشوف كده، بيقول لك علا سيد اوبن يور باج منى، علا قالت افتحي الشنطه يا بت يا منى. اذا علا قالت لمين؟ قالت للحاجه منى. اذا انت كده هتشيل سيد وتقول علا اسكت منى. وطبعا انت عارف كويس ان الجمله ديت جمله امر، يعني احنا هنشيل الاقواس ونستخدم بدلا منها تو. لخبطتني، هو تو ولا نوت تو؟ لا يا فندم تو، جمد قلبك. لو هي بادئه بكلمه دونت او نيفر هنشيلهم، هنشيل دونت ونشيل نيفر ونحط مكانهم نوت تو. اشمعنى؟ لانهم اصلا نفي.
لكن اوبن دي فعل امر، يعني انت هتشيل اكواس وتحط تو، بس ركز انت ما تشيلش اوبن، انت بتعزف الاكواس بقى وتقول تو، وبعدين كمل بقى تو اوبن. واول ما توصل عند الضمير لازم تمسمر وترجع تترجم من الاول، علا طلبت من منى ان تفتح حقيبتها، يبقى تو اوبن هير باج. حلو الكلام، حلو الكلام. طب نشوف الثاني. ماي سيستر سيد تو مي هيلب مي وذ ماي هوم ورك، اختي قالت لي ساعدني في واجبي. ده احنا ممكن نعملها باكتر من طريقه. تخيل ممكن اقول لك ماي سيستر وونتد مي. يعني ايه وونتد؟ ايه اللي خلاك تقول وونتد؟ اي حاجه تنفع مكان سته بحيث تبقى جمله امر وطلب. بمعنى ممكن اقول لك ماي سيستر وونتد مي، ارادتني. ماي سيستر بيجد، توسلت. ماي سيستر اسكد. ماي سيستر لو هي بقى جايه تتنك عليا فهنقول ماي سيستر اوردرد، امرتني كده يعني. فانت تقول ماي سيستر وونتد مي، وهنشيل الاقواس دي حط مكانها تو، ونقول بقى تو هيلب. وصلنا عند الضمير نعمل ايه؟ نمسمر، نرجع تاني كده من الاول ونترجم. اختي ارادتني ان اساعدها، يبقى تو هيلب هير ويز في واجبها، يبقى تو ويز هير هوم ورك. الموضوع مش صعب ولا حاجه، موضوع لطيف وظريف اخر حلاوه. طيب الحاجه الثالثه بقى، ذا تيتشر سيد تو اس انسر ذيس كويشن ناو، المدرس قال لنا حل السؤال ده دلوقتي حالا يد انت وهو. تعال نحول كده، يبقى هنقول ذا تيتشر سيد تو، هنخليها اسكد او اوردرد او وونتد، اي حاجه من دول. طيب هتقول بقى ذا تيتشر اسكد اس تو، وبعدين انسر، جبتها منين تو دي؟ تو دي اللي كانت مكان الاقواس، تو انسر ذيس طبعا هنخليها ذات، ما انت عارف ان القريب بنخليه بعيد. كويشن كويشن، وناو دي هنخليها زن. ما هو انت بتحول ناو لزن، هتروح قال لي مستر هو مش المفروض ان زن هنعملها نخلي الجمله معاها ماضي مستمر؟ هقول لك خليك فاهم مش حافظ، احنا لو زن الجمله مستمر ناخد مع زن ماضي مستمر، لكن الجمله دي مش مستمره ولا حاجه. طيب اللي بعد كده، مام سيد كيب وركينج هارد تيل يو اتشيف يور جولز، ماما قالت لي خليك دايما اشتغل باجتهاد الى ان تحقق احلامك. يلا نحول، يبقى هنقول مام اسكد مي، جبتها منين من مي دي؟ ما هقول لك استمر حتى تحقق يور جولز، اهدافك. يبقى هي قالت لي انا، يبقى مام اسكد مي، هنشيل اكواس نحط مكانها تو، كيب وركينج هارد تيل اي، اليوم عايدة عليا، تيل اي اتشيف ماي جولز. الجمله اصبحت امي قالت لي اشتغل باجتهاد الى ان تحقق اهدافك. الانجليزي يا جماعه فهم، والفهم ده بيجي من الترجمه، فلو حضرتك ترجمت هتقدر تحل اي جمله في الدنيا ولو كانت مفتكسه. تعال نشوف الجمله دي، بيقول لك يو شود ستادي هارد، ينبغي عليك ان تذاكر بجد. انت عايز تعمل ايه في الجمله دي؟ عايزك تحلها باكتر من طريقه. اول حاجه عايزين نعملها ان ممكن نقول احمد قال لعمر، يبقى هنقول ايه؟ هنقول احمد اسكت او سد، هو احنا قلنا احمد قال لعمر، يبقى هنقول احمد told عمر، هنشيل الاقواس دي نحط مكانها ذات، اليو دي عايدة على مين؟ على عمر، يبقى ذات هي، وبعدين should، ونكمل الجملة study hard. دي أول طريقة، إنك قلت لي أحمد أخبر عمر أنه ينبغي أن يذاكر بجد. الطريقة التانية إنك تقول أحمد، والله لما أقول لك يجب عليك أن تذاكر يبقى دي نصيحة، يبقى أحمد advised عمر to study hard. انت كده خد بالك خدت كام طريقه؟ طريقتين، انك بتقولي احمد، الطريقه العاديه التقليديه انه احمد هنحول سيت تول تولد، فتبقى احمد تولد عمر ذات هي شود، او انك تقول احمد ادفايسد عمر تو ستادي هارد، هما الاثنين بنفس المعنى. طيب الجمله دي، ذا اوفيسر سيد دونت ستوب هير، الضابط قال ما توقفش هنا. ممكن نقول ذا اوفيسر مثلا اسكد على سبيل المثال ذا درايفر، طلب من مين؟ السواق، ونشيل الاقواس ونحذف دونت، نحط مكانها not to stop، بس هنخلي هير تبقى زير، ما هو القريب بيبقى بعيد. دي واحد. الحل التاني او الحاجة التانية انك انت هتقول برضو ذا اوفيسر، بس خد بالك هو لما الضابط يقول له ما تقفش هنا يبقى ده معناها ان ذا اوفيسر warned him not to stop there، ده خد بالك. وكان ممكن نقول ذا اوفيسر ordered هم، انت لو سبت نفسك للترجمه هتحل اي جمله. طيب هنا بقول لك اي ويل هيلب يو توداي، انا هساعدك النهارده. ده حوار دار بين عمر وبين علي، فاحنا هنقول عمر هنقول عمر تولد علي، عمر اخبر علي
ذات، الاقواس شلناها وحطينا ذات، الاي نخليها هي، ويل بما ان هنا طول فاحنا هنخلي ويل تبقى وود هيلب، نكمل الجمله دي طريقه. الطريقه الثانيه هو لما عمر يقول لعلي هساعدك، ده معناها ان عمر وعد علي، فانت هتقول عمر بروميسد علي تو، ونكمل الجمله. اتمنى ان يكون اللي احنا بنعمله ده مفيد بالنسبه لك. وهنروح للحته الاهم، مين الاهم؟ ها قول كده، قول انت الحل. تعال نحل، تعال نهجم على القاعده دي بالسلاح القوي جدا اللي هو سلاح الحل. وزي ما قلت لك دايما الكتاب ده كتاب ماي فريند علشان نبدا نحل منه. بسم الله. اول جمله بيقول لي a doctor warned me smoke in order to keep health to keep health. انت عارف ان كلمه warn دي بيجي بعدها حاجه من اتنين، يا اما تو المصدر يا اما نوت تو الفعل في المصدر. تو لو حاجه حلوه عايزك تعملها، نوت تو انك انت ما تعملهاش. وبالتالي الدكتور حذره ان هو ما يدخنش، الا يدخن، وبالتالي هنقول نوت تو. الجمله الثانيه the teacher frequently asked them speak during the lesson. الاستاذ طلب منهم ان هم يتكلموا ولا ان هم ما يتكلموش في الفصل، ان هم ما يتكلموش، وبالتالي هنقول not to. don't play with matches، ما تلعبش يد انت هو بالكبريت. they are very dangerous، الكبريت ده خطير. يبقى كده the teacher عمل ايه؟ the children not to play with matches. المدرس said asked warned بيجد. طبعا احنا بيجد دي هنستبعدها عشان ما ينفعش اقول لك الاستاذ توسل للطلاب، والمدرس مش هقول لك عشان خاطر والنبي. طيب وست برضو مش هنستبعدها من الموضوع لان دي جمله فيها نوت تو، يبقى دي جمله امر وطلب. انا قدامي اسكت ويرند، انا شخصيا كهيثم شايف الاثنين صح، ولكن الاجابه الاولى هنا هي ويرند، بمعنى ان المدرس حذر العيال دول انهم ما يلعبوش بالكبريت، وكان ممكن برضو اقول لك طلب منهم ما يلعبوش بالكبريت. طبعا الاجابه هنا الاولى ويرند علشان ما نعملش بلبله. رقم اربعه the officer the soldiers to fire at the two terrorists. الضابط ايه؟ الجنود ان هم يضربوا نار على المتطرفين على الارهابيين، اكيد امرهم، وبالتالي هنقول اوردر. طب ليه ما ناخدش بيجد؟ ينفع الضابط يعني يتوسل للعسكري، عارف العسكري يتوسل للضابط، يعني العكس، الطالب يتوسل للمعلم وهكذا، لكن المعلم اوردر ستودنتس. ماي تيتشر ريكومندد ذا ليسن اجين. المدرس بتاعي وصى بقراءه الدرس مره ثانيه. والله والله ريكومند دي بنجيب بعدها الفعل المضاف له اي ان جي على طول، او انك ممكن تجيب ريكومند فاعل وجمله سليمه. طيب الجمله رقم 6 I suggested، ودي واحده من اهم الجمل، I suggested that Ali to the club with us. عايزك تاخد بالك من فعل، من فكره ان suggest لما نجيب بعدها فاعل بنجيب بعدهم الفعل في المصدر ايا كان الفعل اللي في الجمله ده مين وليه، يعني بالتالي هناخد مين هنا؟ زاد علي جو. طب مستر معلش سؤال بيحرج شويه، هو مش عايز ده مفرد المفروض نقول جوز؟ هقول لك يا فندم القاعده بتقول suggest زات او من غير زات فاعل وبعدين فعل في المصدر ايا كان الفاعل. طيب my father said make any noise، الكلام ده جوه الاقواس؟ اه، يبقى انت هتاخدها دونت زي ما هي كده. طب لما نيجي نطلعه بره هنحول دونت لنوت تو. mother asked me، امي طلبت مني my room. والله asked me طلبت مني ان انظف غرفتي، يبقى انا عايز اخد تو tidy، يعني عشان هي بتقول طلبت ان ارتب. don't bark here، ما تركنش يا ابني هنا. the police said we، البوليس قال ان احنا المفروض ما نركنش هناك، يبقى المفروض we mustn't. طب اصل البوليس لما يقول لك دونت ما تعملش دي، ده معناها انك ممنوع تعمل كده. رقم 10 علي ادفايسد مي تو ستوب سموكينج. علي نصحني ان اتوقف عن التدخين. هي سيد اي سموكينج، والله نصحني يعني نصيحه يعني شد، وبالتالي هنقول شد ستوب اللي هي نمبر اي. طيب بعد كده 11 ماي فريند وانتد مي فور ذا سيم جوب از اتس نوت ريوردنج. حاجه كده ملهاش اي 60 لازمه يا عم ما تعملهاش، يبقى نقول وانتد مي not to apply. لو هو عايزك تعملها هيقول لك wanted me to apply. 12 the manager advised me as soon as possible. المدير نصحني ان ايه؟ باسرع ما يكون بقدر الممكن. advised me to المصدر to retrain اللي هي نمبر دي. the policeman the people not to drive so fast. الضابط ايه؟ الناس يعني ان هم ما يسوقوش، لا يقودوا بسرعه. made the people not to، مفيش حاجه اسمها make مفعول مصدر المفروض. wondered يعني تساءل. instructed يعني اعطى اوامرا او تعليمات، هي دي. وانستراكتور ده على فكره معناها المعلم. الجمله رقم 14 علي said if I were you I would read this book. this means علي ايه؟ me to read the book. علي قال لو انا مكانك هقرا الكتاب ده، يبقى كده علي advised me. ولو دي مش discouraged، لو دي encouraged كنا خدناها. وبالمناسبة انت عارف ان discourage بعدها حرف الجر from، لكن encourage to فاكر، وعارف ان let بعدها الفعل في المصدر، وانها ما بيجيش بعدها to هات ابدا. ولما اقول لك let
مي نو يعني دعني أعرف. الكلام ده كله عندك في المنهج أعرفه. 15. My brother said why not travel by train. Surely I will act upon his suggestion. والله ما دام suggestion فأنا هقول why don't you اللي هي دي. أخوي قال لي why don't you travel by train. لما لا تسافر يا أنت بالقطار، يبقى don't you. كده خلصنا 15 جملة كنسخة تجريبية من القاعدة. أتمنى إن اللي إحنا عملناه ده يكون بالنسبة لك مثمر، وانتظرني بقى علشان نحل أسئلة كتاب جيم ونروح للأسئلة المهمة اللي في الكتب كلها ونتجول فيها ونعمل بها فيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.